الحروق اللي بتحصل نتيجة التعرض للشمس. يلا بينا نشوف التقرير اللي احنا صورناه عن هذا الموضوع ونرجع نستكمل كلامنا مع حضرتك. الشمس بتحصل بسبب ان انا بتعرض لاشعه الشمس لفتره طويله وببقى خارجه من البيت مش حاطه كريمات مش لابسه كام. والله هو المفروض ان احنا بنحصن نفسنا وبنحصن اولادنا. الشمس بتبقى في الفتره دي شديده شويه فبتعمل زي تجاعيد كده في الوش، حتى البشره العاديه، حتى الايد تلاقي زي كرمشت منك شويه من الوقت اللي هو من 12 لغايه 1:30، ده اكتر وقت. هي بتحصل بسبب درجه الحراره العاليه من الجامعة، من المدرسة، النزول طول اليوم، من المواصلات، وبالذات لو من بقى الناس تركب ميني باص والحاجات دي، فأكيد طبعاً لازم تحصل حروق الشمس. درجة الحرارة هي السبب في الحاجات دي كلها، بتعمل ضرر، يعني بتبقى ضرر أصلاً للوش، يعني للبشرة نفسها. يوم أو يومين ممكن تظهر، مش على طول، يعني أول ما تروحي تقولي أنا ما تأثرتش بالشمس خالص، بالرغم أني بعد يومين تلاقي فعلاً في حاجة جعدت شوية كده من كتر ما أنت تعرضتي في الفترة دي للشمس. في بشرات حساسة ممكن من أقل حاجة بتلتهب، ممكن تتحرق بجد فعلا، فبنضطر نقي ولادنا، يعني ما هم دول حياتنا، فاحنا بالنسبه لنا ما فيش مشكله، متعودين على كده. فبتبقى على حسب الحروق، مثلا يعني ممكن مثلا في حرق انا ممكن مثلا اروح صيدليه اجيب مثلا حاجه اعالجه، وبس الافضل ان اروح مثلا مستشفى او الكلام ده كله، ان انا اعالج نفسي ماشي من الحرق ده. هي بتحسي مثلا وشك بيحرقك كده، مش فجاه، يعني مش فجاه بتحسي ان وشك بيحرقك، لا يعني بتحسي بس ان هو اتحرق، بتحسي ان في حروق، بتحسي ان ملتهب، تيجي تغسليه تحسي بيحرق، تحسي بدا يعمل يقشر كده، حرقان جامد، حتى لو حاولت تبل جسمك او كده مش بيروح. بس طبعا هي وانس انك بتبتدي تستخدم مراهم، انت ممكن تحطي مرهم فلانه الفلانيه قالت لك ده جميل وشلي مش عارفه بقعه فلانيه، وهو ما يعملش معاك اي حاجه. انا رايي ما تنزليش اساسا. لو حصل حرق كبير بنروح المستشفى، انما لو مثلا بسيطه او كده وتعرضتي لضربه شمس بسيطه بتعملي بالميه او التلج. افضل حاجه ان احنا نحط سان بلوك على وشنا، لان هو اكيد بيحمينا كتير وبيمنع ان احنا نسمر وكده. ما بتعرضش لاشعه الشمس او البس كاب او احط كريم، كل ما هو يحافظ على ترطيب الجلد، لان درجه الحراره دي احنا مش متعودين عليها.